وكذلك حفظكم الله يقول أنكم أفتيتم بإجازة حجز المكان في المسجد للشخص الذي تعلم أنه قادم ولم يقدم بعد، حتى لو تأخر هذا الشخص إلى المغرب. لزود هذه زيادة في الفتوى. أنا أقول إذا كان صاحب المكان يبي يخرج لحاجة، يبي يتوضأ لحاجة سريعة ويرجع، فهو أحق بالمكان. أما إذا كان يحجز المكان يبي يروح لأعماله وأشغاله ولا يروح ينام، فهذا لا يجوز. نعم.